نهاركم فل، مرحبا بكم على قناة الحوار التونسي في صبحية جديدة ونهار جديد. نبدأه معكم اليوم الأربعاء 1 جوان 2022، وين ما تبعوا فينا نسلم عليكم الناس الكل ونقول لكم تابعونا لآخر حلقتنا، على خاطر مش نحكي وكالعادة على برشا مواضيع يهموكم ويهموا العائلة التونسية، وكذلك مع ضيوف وديزيكسبير اللي يحضروا بحضرنا هوني في البلاتو. إن شاء الله يخلط لكم ديما الفايدة والكونسي وين ما موجودين، مع المنيو، مع التصنيف، مع البنة والماكلة في كوجينتنا. اليوم مواضيع مش نحكيوا عليهم في برنامج نهاركم فل، هزنا الفاميلي نحكيوا فيه على حاجة تخص يمكن برشا من العائلات التونسية، وقت اللي نلقاو تدخل لي غران بارون، الجد ولا الجدة، في التربية بتاع الصغيرات. هو اللي معناتها تواصل بيناتهم، أكيد من حقهم يكونوا موجودين، يكونوا حاضرين، يعطيوا رأيهم، أكيد فيهم برشا محبة، ولكن في بعض الأحيان ساعات يقولوا احنا الوالدين يبني ولا جديد بالدليل يهدموا شوية اللي بنيوه الأم والبو، يكسروا لهم الكلمة متاحهم، وإلا ما يكونوش يمكن في التربية اللي تعطي البلوس والإيجابية في الإدوكاسيون. ولكن هذا ما ينفيش أنه عندهم دور كبير يلعبوه من ولادة الحفيد لحد اللي يكبر، وأكيد شاء الله ربي يفضلهم وربي يطول في عمارهم. احنا باش نحكيه جستمو على الحدود لليميت الباهي والخايب، وقتاش نجموا يتدخلوا، وهل هي بطريقة مطلقة وإلا يعطيه زادة لمارج للوالدين باش يمارسوا الأبوة والأمومة متاحهم. هذا كل باش نحكيه فيه بعد شوية في روبريك فاميلي. سينو اليوم في بدل حياتك كيف كيف عنا موضوع مهم اللي خلينا نكونوا إيجابيين أكثر وقت اللي نحكيه على النقد. برشا ناس ما تقبلش النقد جستمو على خاطر فما أنواع وفما طرق باش نجمو قدموا نقد ولا رأينا في شخص. أول حاجة ساعة شكون اللي عنده الحق يقدم النقد؟ أي شخص يقول لك أنا صريح نقول كلمتي، وإلا فما أشخاص معينين ينجموا عندهم لابوسيبيليتي باش ينقدوا يعطيوا رأيهم. والنقد البناء والنقد اللي ينجم يدمر بالعكس ويضر، شنو الفرق بيناتهم؟ شنو الكلمات اللي نختاروهم باش نعطيو راينا في حاجه ونحاولوا نبنيو ونصلحوا؟ هذا موضوعنا زاد كيف كيف بعد شويه في بدل حياتك. وكيما العاده عندنا كاليفورنيا جيم، كونسي جيم باي كاليفورنيا جيم، وزاد كونسي اون انيمالري مع زانيمو نو بارتنير على كل على طول السيزون هذه، المغرومين بالحيوانات والناس اللي تحب تتعلم السبور بطريقه صحيحه. ديريكسيون كوجينا نرحب بالشيف بلال، مرحبا بيك. مرحبا يا شيف، نورت البلاتو اليوم. صحة صحة صحة، حلوة التونيو هذه جديدة. شنو كونسيبسيون نتاعك ولا اخترتها هكا؟ والله ليه عندي شكون معناتها خدم لي حاجة هكا، حاجة سيغ دو كرياسيون نتاعي هو ما طلبتهاش الحقيقة. مزيانة مزيانة، نحب نتوجه لك الشمس هكا. دونك يعطي الصحة كل مرة هكا، يعطي الصحة. برافو برافو، حلوة ومزيانة شايف صحة. دونك اليوم عندنا منيو كالعادة متنوع، تبارك الله الخيرات الكل موجودة، وفي حاجة تخي تخي سبيسيال اللي هي تميزك أنت. نحب نقول الناس اللي تفرجوا فينا الساعة خلينا نعطيهم معلومة، اللي الشيف بلال هو بطل العالم في الكسكسي، وما أدراك اليوم مش طيب لنا الكسكسي، معناتها بنة كبيرة، بنة عالمية. الكسكسي معناتها خدمت ديما في الكسكسي، نختار ديما ريسيت هكا دو كرياسيون ديفيرونت اللي تبع العباد تتبع، ونقول لك مثلا ما طيبتهاش ديما ناخذ مثلا كيما اليوم خليتها هكا شويه كافيه ماشي للعرفت كسي ابيض تاع البرزجان نتاعنا تاع الكيف، شبه البرزجان. وهو الاصل معناتها معناتها كيف كيف عملت ميلونج دو مع اللي عملت فيه ليفر ويسيك لا سكر لا حتى شيء، جست زدت الخضره اللي هي روسيت الجيريان توجه بالتحيه للجزائريين اللي تفرجوا فينا. باهي دونك هي الغوسيت كلها جزائريه ولا انت ريفيزيتي؟ هكا الكسكسي الابيض اللي هو البرزقان كيما قلت لك. داكور. نعمل فيه ثرويساك و فهمتك. باهي وخذيت زيت الخضره باش يولي كسكسي هكا الجيريان. مع العلم انه حتى في المغرب عندهم الكسكسي الابيض والازعر ياكلوا برشا. اما الكسكسي هذا اللي بالفول وبالخضره يعملوه الجزائريين برشا برشا برشا. دونك تحيه للاخوه الجزائريين تفرجوا فينا كوسوسوا في تونس هوني بيناتنا، والا حتى في الجزائر نعرف يتفرجوا برشا في قناه الحوار التونسي. باهي شيف مادام انت حضرت لي زانغريديون حاجتنا بيهم للبلا الاولاني، باش نمشيو للميتيو نشوفوا التوقعات الجويه ونديماريو معاك المنيو تو دو سويت.
دونك في كوجينتنا اليوم عندنا تبارك الله الخيرات الكل باش نديماريو المنيو نتاعنا معاك شيف بلال. شنو باش تبدا لنا اول حاجه؟ باش نبداو بالكسكسي أي؟ اللي فيه لحمه تبقى اكثر وقت طيب. داكور باش نجيبو نسحقو الكسكسي نتاعنا اليوم. اخترنا كسكسي جيد اي تاع ليبيدور. دونك نختارو الرقيق الجويد بالكل. كسكسي جويد باهي. وباش نديماري توا الصوص نتاعي اللي هي نسحقو شويه زيت. وانت كي ربحت بطل العالم في الكسكسي شنو الروسيت اللي ربحت بها شيف؟ احكي لنا وانت طيب. خدمنا روسيت هكا شويه تونسيه. خذينا لي زانغريديون معايا الشيف طيب بوهدره. دونك خذينا بقينا بعضها جربنا برشا روسيتات ولقينا هكا روسيت قلنا علاش ما نعملوش روسيت من الشمال للجنوب اللي استعملنا فيها اللوز الشرموله السفاقسيه معناتها هذيك البصل مي مش طايبه. استعملنا فيها القرنيت استعملنا فيها المناني. دونك دي زانغريديون من الشمال من الشمال للجنوب كلها متلقى فيها الروسيت هذيا. ونجحت تعدينا من اللور ديمي فينال وفات لنا الشرموله معناتها الحاجات المضحكات المبكيات. دونك وفات لنا الشرموله خاطر ما بدات هكا ما كناش محضرين رواحنا للفينال. ما توقعتوش باش تاخذوا للفينال يا اخي. قعدنا طلعنا هبطنا واحنا حايرين. شفت طيب وهدر يعطيه الصحه وتخلينا علاش ما نعملوش ثم كسي بال معناتها يعملوا هو في الريستورون نتاعو كسي بالبرقدان. ايه بالبرتقال يفور الكسي يحط رنديلات نتاع البرتقال. ايه قال لي علاش ما نحطوش البرتقال وعملنا كيما المرملاد كيما الشرموله اما بالبرتقال. وفضلت لنا احنا شويه شرموله قديمه خلطنا مع بعض. دونك اللي ياكل ما عنده حتى كلمه اخرى شغل برافو. يعني سيتي سيغ لو كو هذي انفونسيون كيك عرفت دو كرياسيون دو مومون معناتها عرفت اللي وخطفت اي تو وقتاش طيبين في ليميسيون هذي؟ المره الجايه. المره الجايه ما يهمناش فيك شيف بلال توا باش نذوقوا مع بعضنا الكسكسي اللي ماخذ جائزه افضل كسكسي في العالم مع شيف بلال. دونك المره الجايه سي برومي تجيب لنا لي زانغريديون الكل ونطيبوها لهنا. فهمنا باهي متفاهمين. دونك حاطين لنا الحيمات نتاعنا باش ناخذ الكسكسي. هذا الكسكسي نتاعنا نتاع لي بيدور اللي هو رقيق جويد بالكل. نحطوا له شويه شويه زيت باهي. شو نعطيكم مغرفه ماشي شويه ملح ونخلطوه هكا بالزيت اوكي باش نحطوه يفور. حطوا له شويه ماء ماذا بينا الزيت يدخل فيه كل باش ما يلصقش في بعضه هكا باهي. باش نسقيوه بشويه ماء ونخليه يرتاح لتو حضرنا الكيك باهي برشا. دونك هذايا باش نحطوه يفور ومن بعد مع اللحم شنو باش نزيدو حاجات اخرى؟ تو باش نطوحوا باش نحطوا شويه البصل ونمرقوا بالماء تاخذ غلوه ومن بعد نحطوا الخضره نتاعنا. الخضره باش تحطها كيما الكسكسي نتاعنا التونسي ولا تتقص جويده ولا؟ لا كيما الكسكسي معناتها براج كسوا البطاطا ولا القراع ولا في الفول. دونك باش من بعد نزينوا بها هكاك باش يخرج كسكسي ابيض. فوالا كسكسي ابيض اللي هو بالخضره وبالحم العلوي. الخضره بالحم العلوي. تخي بيان باهي شايف خليك ملا كمل قص الخضره نتاعك. هكا عندنا تبارك الله الطماطم السفناريا الطماطم هي عادي لا الطماطم للبيتزا السفناريا والبصل وفما حاجه اخرى قرع اخضر. قرع اخضر نكملوا نقصوهم هذوما الكل للكسكسي نتاعنا واحنا اونتخ تو نعملوا تنجيزه مع كاليفورنيا جيم في العاده نعملوا شويه سبور شويه رياضه ومن بعد نرجعوا. بونجور الناس الكل ومرحبا بكم كالعاده والعوايد في كونساي جيم باي كاليفورنيا جيم. نقدم لكم روحي معاكم الكوتش فتحي الدبيب. نجم نلقى ريزلتا فيت كي نترينا 5 أيام في الجمعه ونرتاح نهاري. باش نحكيو على الريجيم فيجيتاريان ولو بروبليم دو كارونس ان فير. المسكل دوكو يعاونونا بور افوار اون ميور بوستور دون لا في دو تو لي جور اي اوسي بور ايفيتي لي بروبليم دو ارتروس سيرفيكال. you
ensemble pour faire monter la fréquence cardiaque. 1, 2, 3. Yes! Regardez les valeurs. 1, 2. Et on renforce les muscles. On brûle des calories. Ensemble. Come on, come on, come on. Jump kick! Ah! اليوم في صحيح من الغالب يقول لنا سونتروني دو فوا باغ جور نلقى ريزولتا فيسا صحيحة نجم نلقى ريزولتا فيت كي نترينا خمسة أيام في الجمعة ونرتاح نهارين ولي سيونس نتاعي يكونوا مقسمين الأولى عندنا الوقت اللي هو من 9 حتى 11 والسيونس الثانية من 4 على 7 وأون بليس نلقى ريزولتا نربح ماس مسكولير نخسر ماس غريسوز ونقوي في الكونديسيون فيزيك نتاعي يعني خلي دو جور دو روبو باش نلقى روحي توجور اون فورم ونفس الريزلتا اللي انا حابه اللي اهم من هذا الكل لي بروغرام نتاعي نحاول نبدلهم شاك سي سيمين نعمل بروغرام واحد اخر هكاكا ما نتيحش في الروتين واللي اهم من هذا الكل نقعد ديما نمشي ونقدم في السبور عسلامة اليوم باش نحكيو على الريجيم فيجيتاريان ولو بروبليم دو كارونس ان فير. Le régime végétarien est le régime où on utilise des produits d'origine animale, comme le lham ou le houl. Mais le problème du régime est la carence en fer. À la fin, le fer origine d'une source animale est plus assimilable que le fer origine d'une source végétale. C'est pourquoi les végétariens les aiment et consomment accepter des aliments très riches en fer. من أشهر الأكلات اللي عنا في تونس هي الملوخية اللي très riche en fer ونلقاو الفير في العدس والنوا. اليوم في لا روبريك نصيحة فيتنس اخترت باش ننصحكم بالرونفورسمون دي موسكل دو كو علاش على خاطر تو سامبلومون لي موسكل دو كو يعاونونا pour avoir une meilleure posture dans la vie de tous les jours et aussi pour éviter les problèmes de arthrose cervicale et pour faire ça on a besoin de quelques exercices très très simples اللي ما يستحقوش matériel كيما قاعدين نشوفو معانا توا هذا le premier exercice C'est le fléchisseur de la région cervicale. Nous avons le montant de l'air et nous avons le nom de la pandémie. Nous avons le 30 fénia et nous avons le moustache fénia. Ce qui est le cas de l'Ottawa, le deuxième exercice, on fait une rotation de chaque côté. Nous avons le nom d'une manière contrôlée et lente. À chaque fois, on a raci, on a le alimi, on a le nozzle alimi. Kif kif, on a le nozzle alimi, on a le nozzle alimi. كاليفورنيا جيم تربحك كل جمعة أن أبونمون بلو باسبور دو 3 موا باش تشارك وتربح جاوب على السؤال اللي تلقاه كل يوم على الباج فيسبوك كاليفورنيا جيم رجعنا معكم في برنامج نهاركم فل ومرحبا بكم معنا من جديد الناس المغرومة بالحيوانات الناس اللي عندها حيوان أليف تربي فيه في الدار ديما نعطيكم نصائح نعطيكم دي كونساي افيك دي سبيسياليست دي فيتيرينير افيك لي اكسبير نتاع زانيمو باش هكاكا تعرفوا كيفاش تتعاملوا مع الحيوان نتاعكم وتعرفوا كيفاش جوستومون توفروا له الراحة في الدار باش يكون فرد من افراد العائلة كونساي جديد اون انيمالري في وقاية زانيمو وبعد ديريكتومون تلقاو في الكوجينة بعد الشيف بليل باش نمشيو نقدمو في المنيو بتاعنا بتاع اليوم في حلقة نهاركم فل عسلامة ومرحبا بكم في وقاية زانيمو الميساج نجاوب عليه اليوم هو قطوس ياكل في اونات وسمن شنو هو الحل بيسكو نحكيو على ماكلة وحاجة بليزمو فخاجيل ميساج خنخليو دكتور فين المنصوري تفسر لنا خير من اللي باش نفسر انا نتصور عكس الكلاب القطاطس يلسون دي غرينيوتور معناها ياكلوا ويرتاحوا ياكلوا برشا مرات في النهار مش كيف ما الكلب ياكل مره في النهار على جادولت و ان روبا باهي وكوبيو ويعطي الحاجات نتاعو الكل كي قطوسك يطلب في برشا كروكيت حاجه عاديه اما انت ما تسمعش برشا 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 كلامه ديما في اي برودوي نورمالمون نلقاو ان تابلو من تالي فيه سولون لو بوا حسب الوزن نتاع القطوس نتاعك قداش يلزمو من غرام ديما مع الكروكيت يتباع ان دوزور حاجه كل كيس تبدا غرادوي فيها قداش تعطيها غراماج ديما اطلبوها من عند البياع
كيف ما قال الدكتور فينان منصوري، في كل باكو نتاع كروكيت ناخذوه باش نلقاو ديما ان تابلو من تيلي اللي يعطينا قداش الكونتيتي اللي يستحقها قطوسنا في النهار. وقرايته ياسر سهله، يرسو في انو نشوفوا قداش قطوسنا يوزن. دونك نقراو الميزان نتاعو منا ونشوفوا قداش الجراماج نتاع الكروكيت اللي يستحقها. كي نقولوا جراماج معناها اذا قال لك باكو الكروكيت 50 غرام، مش معناها بصح ثلاث مرات في النهار 50 غرام راهو، معناها نحطوا له في الجمال نتاعو ال 50 غرام نتاعو ونخليوه على طول النهار يتنوش على راحته كل مره ياكل شويتونه. وبيسك قطوسك انت ياكل في الاونات، معناها من المستحسن انه يقعد في نفس الجام اللي ياكل فيها. هذاك علاش تكون نصيحتي ليك انه دو ان ثابت في الكونتيتي اللي بتعطيه له، كيما تنجم تعملوا ان بتي ريجيم تاعو بيسك هو زيد في البوا، وتتنقل من الاونات كلاسيك للاونات لايت اللي هي باش تكون فيها اقل كالوريات. هكاك قطوسك على الاقل ينقص شويه كل كيلوات والا كل جرامات اللي زادهم، اما مش على خاطر لايت معناها راهو خفيف ناكلو خوها على بوه. لي حتى في الكروكيت لايت راهو لازم نحترموا الكونتيتي اللي انديكي في التابلو من تيلي. ان شاء الله نكونوا جاوبنا على السؤال نتاعك، وانتم زاده كان عندكم اي سؤال تحبوا تسالوه لنا تنجموا تتصلوا بينا على الواتساب 20 43 43 43، وما تنساش تعملوا فولو للباج انستغرام تاعنا زانيمو تونيزي. وميرسي مره اخرى دكتور فينان اللي انت معنا. يلا نهاركم زين ومع بحيوانات. جيت بحضر شيف بليل بعد ما لانسينا ديجا الكسكسي نتاعنا، مع التذكير انه شيف بليل بطل العالم في الكسكسي. اون ا دو لا شانس في نذوقوا اليوم الكسكسي نتاعك شيف، اون اتوندون نذوقوا نتاع المسابقه بيان سور. هذاك هذاك سي برومي، هذاك سي برومي. اونتر تون باش نبداو في الدوزيام بلا، والا ما نعرفش البيتزا تتسمى كومونتخي اونتخي، نبداو بها هكا كل واحد مورسو مورسو. باهي البيتزا نتاعنا ذولي عندنا بريباراسيون حاضره مع فانواس. سهلت لنا فانواس هكا ولا لا؟ أنا الحقيقة الحقيقة هذه بالذات جربتها برشا برشا مرات وجو ريسكو با، معناتها الباتات بيتزا تجي خايبة. نجحت نجحت وفيها ديزيرب فين والبات نتاعها تجي مشوشة وبنينة و... دونك ما نسحقش برشا فيها، خاصة نزيدوها جست 150 ماء 150 ملليلتر ماء ولا 130 ملليلتر نتاع ماء تياد وخمسة مغارف زيت زيت ولا زيت زيتونة. باهي تجي بنينة البات، خليوها ترتاح شوية تخمر. اي ومن بعد نحلو معناتها حتى كي نزودوا لها هكا شوية في الماء باش نجموا نحلوها باليد من غير سحق وقلقال. قلقال اللي ما عندوش قلقال. باهي أنا نعاونك في الحل وأنت جيب الزيت شايف، وحذر كي تحب الماء دافي ذولي عندنا ديجا. دونك البريباراسيون معاها لوفور سيش انستانتاني هكاك باش تخليها ترتاح شوية. احنا شايف فوالا. دونك البريباراسيون هذيا فيها كل شيء. دايو هكا بالكاميرا كان ثبتوا حتى لي زيرب فين موجوده فيها. فوحه حاضره كل شيء فيها، ما حشناش باش نزيدوها حتى حاجه اخرى. ونستحقوا السيكام الصوص نتاع البيتزا حتى كيف كيف حاضره فوحه اليوم سهلوا لنا كل شيء. هذوما زوز اسوسياسيون 100% ناجحه. وبلاش هذوما ثم انغريديون ناقص اللي بلاش هو ما تجيش بيتزا اللي هو الموتزاريلا. صحيح. اي كومون. باهي دونك نصب اللوفور شايفه؟ اي نصب اللوفور معاها. بون نورمالمون نعملوا لها ان بوي هكا في الوسط ما يسالش. ما يسالش، نجموا حتى نحلوها في شويه الماء. الماء هذايا ديجا تياد. ديجا تياد، نجموا الخميره باش تعطينا هكا باش تعطينا معناتها الفيرمونتاسيون نتاعها تخمر بالكدا في البات. نحلوه في شويه ماء باهي ونخليوها ترتاح شويه. اي ما نحطوش ماذا بينا ما نحطوش ملح كي نحطوا الخميره والماء. نحط شويه سكر خاطر الملح السكر يفافوريز انه تطلع الخميره. الملح يقتل الخميره. باه تو انت قول لي قداش 100 ملليلتر يزي. سي بون بعد نعجنوا ونشوفوا. انا عندي هون الدوزور من هنا حسب التقريب، اما ديما فوالا. دونك هذوما 5 كويير نتاع زيت ونخليوها ترتاح شويه. دونك هوني باش ندخلوها بعد في الفور بين 15 و 20 مينوت هكا هاو شيف. اي 180 دوغري. هذوكم هذه العجينة نتاعنا هما توا في حسب الغوسيت على فانواز لازم ترتاح تقريبا 20 مينوت. واحنا ما نجموش سبقنا هذا الكل. سبقنا حضرنا لروسيتنا باش على خاطر مديلك شايفه بريسك في ظروف المباشر. ايوا هذيك ترتاح 20 مينوت اخرى دوزيام ميتون تاكلوها بعد. هذيك خليها للعشاء. دونك باش ناخذ شويه في عرينا. دونك ديجا معناتها خمرت كمان. خمرت حاضره توا جوست احنا باش ناخذوا شويه فارينه باش نحلوا بها الفات. هذيك المزارلة نتاعنا. تخي بيان. دونك ناخذوا شويه فارينه نتاع لي بيدور نحلوا بها الفات نتاعنا. فوالا.
très bien. Donc, chef, فما زوز طرق في البيتزا. فما ناس تقول لك ندخل شويه البات تيب وبعد في الوسط نزيدها الصوص وليزانغريديون، وفما شكون يدخلها نيه البات وفوقها الصوص وليزانغريديون الكل. انت يا نيه طريقتك. مش نخليوها كما هي، باش نحطوا كل شيء مع بعضه. اي ونحطوا على الايطاليان. نحطوا مع الصوص وكل شيء ديريكتومون في الفور مع هي تيب ديريكتومون. صوص البيتزا وين مشيت؟ ها هي بحكيتيش. هاي باش نسحقوا كان البلاتو اللي تعطيني. هذا بلاتو نحطوا فيه. ميرسي. دونك حتى هذه زاده كيف كيف بالحبق والزعتر، دونك الصوص فيها كل شيء مفوح، كل شيء حاضر. فوالا عثرت لك مغرفة. ميرسي. دونك اون ايتال الصوص عليها الكل. ديما نخليو الحراف ديجا انا لهنا كان شفت بالصباع كي نعمل. ايه. باش من بعد هذيك تولي بومبي. وما تخليش الصوص. الديبورد البراء. تخي بيان، حتى الموتزاريلا تحطها معاها. نحطوا موتزاريلا. هي سميتها توماس بيتزا طومات موتزاريلا، دونك كيما نعملوا سلاد طومات موتزاريلا اللي مش نعملوا بيتزا طومات موتزاريلا. باهي ومعاها حبق ولا لا؟ بيان سور. خاطر في ايطاليا معناتها البيتزا الاوثنتيك نتاعهم اللي هي اوريجينال واوريجينال واللي بداوا بها فيها ثلاثة ألوان اليوم ضربوا ايطاليا، الأخضر الحبق، الأحمر الصوص، والأبيض الموتزاريلا. دونك هذايا هي. هذيك هي. حبيت ترجع للاصل البيتزا، ودايور تلاقيني يتغشوا كي يلقاو دي بيتزا بالاناناس وبال، معناتها بالنسبه ليهم هذاك كيما تقول انت احنا الكسكسي نتاعنا عرش عندهم الحق عملوه بالشوكولاته. اي يغاروا على البروبي نتاعهم. في تونس مثلا نحن نجم نحب نزيدوا الهريسه، ثم اللي يحط جامبون، ثم بالمرقيز بالحمام، ثم بالمرقيز، ثم اللي ربح بها باللبلابي، معناتها كان تفرجت فيها هذيك التصار كونكور البيتزا باللبلابي. صحيح. بيها الانوفاسيون زيدا. علاش نقتلوا الابداع معنا؟ خاطر معنا تبارك الله، معناتها خيرا من شباب دي جون هكا يحبوا الخدمه، كي يعمل هكا حاجه دو كرياسيون علاش لا؟ علاش نربطوا فوالا نجموا نستحفظوا على معناتها الغوسيت اوثنتيك، اما كي باش تجينا افكار جديده اون بو انوفي. دونك باش تحط زيدا طومات فريش من الفوق. اي ومن بعد نحطوا الطومات سوريز زيدا الموتزاريلا سوريز. باهي توا نحل لك الموتزاريلا سوريز. مالا بيتزا شيف تعمل 66 كيف. دونك باش تحطها كيما هي الموتزاريلا. اي باش نحطها توت اوتور. اي ولا هكا. اي هذايا الكل يزي كها اربع كعبات ولا نحط. انت قلت يزي. لا ما كيما تحب انت. انت تعرف. عنا احنا ديجا خاطر حطينا موتزاريلا غابي نتاع مريح. ما تجيناش قوية برشا. باهي. فوالا. تري بيان. وتوا تمشي تيب على روح. هذه تقعد في الفور بين 15 و 20 مينوت. صحيح. على حسب البريباراسيون. 180 درجة. باهي شيف، دونك تذكر انه الكسكسي نتاعنا إلي أون كور، كسكسي الألجيريان، هو كسكسي أبيض بالخضرة بالحمل علوش، أما على طريقة تزيرية هكا الشيف حب اليوم يعمل أن كلان دوي للأخوة الجزائريين، وزاد البيتزا نتاعنا مريقلة، دونك المرة الجاية نجيب حداك للديسير شيف. أييه. تذكرنا شو تعمل لنا؟ باش نعملوا مولو. بالاناناس جست سمعته في شويه ماء وعصر قرص، وخذيت هكا مغرفتين وثلاثه سكر. طيبته عباره سيرو. هذا اللي مثلا عنده كعيب اناناس هكا باش تفسد له مال خاش كيفاش باش ياكلها، اللي هو ينجم حتى يعملها يحضرها في الدار. انا تلمون نموت على الناس عمره ما يقعد وما يفسدش بكل. اما فكره باهي، دونك باش تحطوا هذايا في الموالو شوكولا. باش نحطوا هو رونفيرسي بعد كي نقلبوا نلقاو كعبه الناس من الفوق. اي صحيح. مي لا اتو تالور شيف، نرجع بحذاك. نحضر كل شيء. نرجع بحذاك شويه اخر بور لونسي لو ديسير، واحنا اونتخ تون باش نمشيو فاصل صغير وبعده باش نرجعوا مع روبريك فاميلي باش نحكيو على الدور المهم اللي يلعبوه الاجداد الجد جدا لي غران بارون في حياه الاحفاد نتاعهم، ولكن وقتاش نحكيو على لي ليميت الحدود، وقتاش ساعات هكا يكثروا من الدلال، دونك ما يعاونوش برشا الام والبو على يمكن التربيه نتاع الصغيرات نتاعهم هي بمحبه وبمعزه، اما باش نحكيو في هذا الكل بعد شوي في فاميلي جست بعد الفصل.
وباش نحكيو اليوم على دور لي غران بارون جد وجده في حياه الاحفاد نتاعهم، يحضر بحثنا في البلاتو اشرف الجراندي، استاذ باحث اختصاصي في التاهيل النفسي ومدرب تنميه بشريه، باش نحكيو معاه على كل النقاط في علاقه بدور الجد والجده في حياه الحفيد نتاعهم وديفلوبمون نتاعهم. مرحبا بك اشرف. يعيشك ليندا، يعيشك في البلاتو. يعيشك يا سيدي، مرحبا بك. الو اشرف، باش نحكيو في مرحله اولى على الدور الايجابي والمهم جدا نتاع البريزونس نتاع الجد والجده لي غران بارون في حياه الحفيد، اللي هي حاجه ياسر مهمه للنمو نتاعو وربطة التواصل وبين الاجيال والجينيراسيون. وبعد باش نحكيو على الحدود زاد اللي فيها ما لازمش نفوتوا على حد كالبرشا دليل برشا، ثم لو جوست ايكيليبر لو جوست ميليو، كيفاش نعملوا الحدود نحدوهم باش نجموا نكونوا معناتها في حاجه ايجابيه للعائله الكل. هي اول حاجه نحكيو على دور الاجداد الجد والجده في حياه الصغير. صحيح، عايش ليندا، هو سوجي محلي برشا. وش نقولوا نحن التوانسة، نقولوا ما اغلى من ولد كان الولد ولد هكا. دونك الاجداد هما ديجا في ليكسبيريونس نتاعهم مع صغارهم الاولانيين، كيف يجي ولد ولدهم دونك يبداو يحبوا يعطيو اكثر افيكسيون، يعطيو اكثر ايموسيون، دونك تلقاهم هما يحبوا يستغلوا حاجتين. اول حاجه كالبرشا حب هذاك اللي عندهم للطفل، على خاطر ديجا توحشوا انه يكونوا عندهم صغار. وثاني حاجه انهم يعطيو ليكسبيريونس نتاعهم ويصلحوا شويه من الاخطاء نتاعهم في التربيه نتاع صغير. دونك تلقاهم يحاولوا يعملوا ليزيساي كيف كيما التربيه الاولى كيما التربيه الثانيه. إيسا اللي بالنسبه معناتها كل طفل يلقى ديجا سورس كيما قلت لك، المنبع نتاع الحنين والمنبع نتاع الحكمه، على خاطر كيما هكايا حكينا على الاكسبيريونس. وديجا نلقاو اللي حتى لي بارون يرجعوا معناتها الاولياء نتاعهم، دونك اللي هما الجده ولا الجد، باش ياخذوا كيفاش نتعاملوا مع صغيرنا، خاصه اذا كان اول مره. اول بيبي وفك الايامات الاولى كيفاش تتلهي به، والكل يلعبوا دور كبير برشا. صحيح، الريفيرونس فوالا. من بعد شنو هو ليزافونتاج ولا الحاجات الباهيه اللي يعطيوها الاجداد للاطفال نتاعهم؟ كما قلت لك الحكمه، انه يرعاه اكثر ممكن حتى من الولي، في انه يلوبسيرف اكثر، خاطر عنده نظره ابعد، عنده وسال بال خاطر متقاعد تلقاه ولا عنده وسال بال كما قلنا، يعتمد على التجربه نتاعو، يحس الصغير اكثر ممكن حتى من البارون، اسكو متقلق مش متقلق، خاطر هو يعيش بالكينستيزيك لاسبي هذايا الايموسيونيل، و اون ميم طون بالنورم اللي هو يعرفها. دونك وليزافونتاج الاخرين اللي تلقاه يحب يعطي اكثر موتيفاسيون لك الصغير هذاك، يحب يشجع اكثر صغيره على انه يوصل لحاجات اخرين. دونك هذوما اللي الولي جينيرالمون يلعب الرول نتاع الانسان، عرفتك اللي يحاول كيفاش نقولها نحن في لغتنا، اللي ما بينت هذا وهذا، يخطي على هذا ويخطي على هذا، يقولوا احنا بالصلح بكل حكمه هذيك فوالا، يسامح ماما ويمشي ماما ملاي يكبس عليه شويه. دونك معناتها هما لي بارون عندهم ديجا رول كبير ياسر، كو سوا للاب معناتها الابوين ولا الوالدين ولا الاطفال. هذوما لي زافونتاج معناتها اللي خلينا نقولوا فيهم اسبي بي، ونحب نقعد ديما دون لو جينيرال، فهمت؟ فوالا. دونك جوستومون معناتها بور لو بون ديفلوبمون تاع الصغير، من المستحيل أحسن يكون قريب من جد وجدته كالعيد المناسبات الزيارات، معناتها ما نخليوش خليو فما التواصل حتى صلة الرحم ايموسيونيلمون. وحتى نهار اخر كي يكبر هو مع سي بارون تاعو يظهر لي يعمل نفس الموديل ويقعد وفي ويطل ويهز صغاره، ما تصيرش هكا القطيعة ساعات بين لي بارون. كي نمشيو باش نزيد حاجة أخرى أشرف، وهي النقطة هذه بالذات اللي أنا فضلت نحكي فيها في البوان اللي من بعد. فوالا، في البوان اللي من بعد احنا باش نحكيو على العكس، معناتها هوني لي غران بارون اللي تلقاهم بمحبة وبحسن نية ساعات يمشيوا في اون اكستريم نتاع برشا دليل، نتاع ساعات حتى تضارب بين شنو يعلموهم لي بارون لصغارهم، يكسروا لهم كلمتهم على ليميت، يقولوا ليه ما تسمعش كلامه، معناتها ويحب هو يكون بو الناس الكل وام الناس الكل، يقول لك هذاك ولدي وهذاك ولدي، معناتها باش يجيو معناتها نهار اخر نغزر بنظرة انه ولدي ولا بنتي عنده زاد هو استقلالية ويربي وحده في صغير، فما البعض ما يقبلوهاش. هوني كيفاش نجم تاثر هذه يمكن سلبيا على توازن الصغير، يتمهمش بين الزوز، معناها يسمع كلام هذا ولا هذا. جوستومون لهنا ريتك البرشا حب اللي حكينا عليه في النقطه الاولى، ينجم يفوت الحد نتاعو ويولي ديجا البارون كانوا الجد يحب يتملك الطفل هذاك، وهذه اول غلطه يعملوها الاجداد، انهم اذا كان ما عندوش اولاد وجاب معناتها عنده بنات وجاء اول وليد يولي يحب يخلي عنده كل وليد هذاك، والا والعكس. دونك من كثر حبه يتعلق
يتعلق بالصغير ويبدا يجبد فيه له، وهذه اكبر غلطه، خاطر ديجا الطفل يتشوش. وفي الغلطه الثانيه اللي فما الاجداد اللي يخليوه، معناتها نحن نعرفوا نحن مجتمع تونسي المراه والراجل تقريبا الكل يخدموا يخليوا صغارهم عند الجد والجد اذا كان امكن بتبيع، دونك من كثر ما يكونوا ديما متواجدين معاهم يولي هما اللي ياخذوا لي ديسيزيون وما يرجعوش للولي. لهنا نحب نقول للاجداد راهو لازم الطفل كي يكبر يكبر عارف شنو رول الام وشنو رول البو وشنو رول الجد وشنو رول الجده. ما تاخوش الجده بلاصه الام وما تبداش تاخذ قرارات معناتها في بلاصه الام، خاطر ديجا الطفل يتشوش لهنا. دونك نخليو الام هي اللي تاخذ القرار المباشر مع طفلها، ولا نرجعوا لها بالراي، نرجعوا لها بالراي. في لي كوليس الجده والام يحكي، وهذه نصيحه باش ما ندخلوش في لي كونفلي كيف ما هكا، ديما في لا كوميونيكاسيون نحكيوا على الحاجه قبل ما نبداو فيها. دونك وقت اللي ديجا صغير قريب يجي للدنيا ان شاء الله، معناتها بالنسبه للاولياء جدد اول نقطه، ومن بعد نحكيوا على حل اخر، نتناقشوا في المواضيع الكل، شوفوا انواع التربيه اللي ما فما برشا انواع تاع تربيه اطفال، نشوف انا كولي وك معناتها كبارون كيفاش امي وبابا، اسكو من نوع لوتوريتير ولا من نوع اللي فليكسيبل يسمعوني في الكلام، باش نعرف لا ميثود زاده اللي باش نتعامل بهم معاهم. ديجا حتى ليكزامبل دو كوتشينغ يعاونوا برشا لهنا، على خاطر ديجا سي ان انترينمون يعطيك لي زاتيتود يعطيك لي مويان، و اون ميم تون نختار الميثود نتاع التربيه اللي باش نستعملها. ونحكينا في اللي نقاط الكل، اذا كان توا لقينا توا ديفيكولتي، ديجا عندنا صغار يقولوا لي عباد توا راهم يتفرجوا، نحن عندنا صغار وني في المشكله في الفاز هذا. دونك شنو اللي نعملوا؟ لازم يكون فما نقاش ولازم نوضحوا لي بوان. كيما قلت ما تدخلش الجده، لهنا نداء للاجداد ما تدخلوش في النقاط هذيك. مثلا عندك يمرض الصغير والا في القرايه والا في الماكله نتاعو، ماذا بينا نخليه الولي هو اللي ياخذ القرار، ما ناخذوش نحن كجد. عندنا حاجات اخرى وهي ممكن ثلاثه اخطاء كان نعملوها تنجم تكون سبب كبير ياسر في تربيه خايبه مع الصغير. اذا كان انا نشري بلوتو او محلية كلمة باش نقولها باش يفهموها مليح، نرشيك الوليد هذاك باش يعمل حاجة، يعني نعطيه مقابل قدامك الجست هذيك، هيك فوت كبيرة ياسر. اخترت الكلمة هذه بالذمة على خاطر يفهموني بها مليح. الأخرى اللي أنا نحكي بكلام خايب على الأولي على الأم والبو قدام الصغير هذاك، وحتى مادام لي بارون ما يعرفوش ولا ما يفهموش ولا هذاك يخلي الصغير دون كونفيزيون، لا يولي من بعد صغير لا يحترم جدته ولا أبوه ولا أمه ولا أي شخص، وما عادش يعرف لي ريفيرونس الصحاح ما عادش يعرف لأنه فما تشكيك. ومشكل نتاع التضارب في القرارات انه تكسير الكلمه، مثلا الام او البو يعاقب صغيره وعقاب خفيف، مثلا نحاله التليفون والا مش عقاب، قال له يزي التليفون عندك مثلا عملت 20 مينوت ولا نصيف ساعه اكاهو باش نحيوه يخبيه، وبعد لا يمشيوا لي بارون الجد ولا الجده ديما راهو بنيه محبه وبنيه طيبه وهو يراوه دليل وحبه يمد من وراء ظهرهم الحاجه هذيك الهوني زاده ولا حتى قدامهم ساعات، معناتها هوني زاد كيف تنجم تاثر سلبيا على الصغير. يعطيك الصحه ليندا فيها النقطه هذه، على خاطر ديجا هما نوعين نتاع عقاب غلطين في العقاب بلوتو. اذا كان نوع اذا كان نقول للصغير انا باش نعاقبك على خاطر الحاجه هذيك وما نوفيش بالعقاب، دونك لهنا الصغير ما عادش يحترمني. واذا كان انا نعاقبه ويجي شكون يكسر الكلمه والا ما نكملش في الدوغي نتاع العقاب، لازم ساعه اول حاجه كبارون نعلم نقول اني باش نعاقبك باش نحي لك التليفون مده 3 ايام، مش هكاك نقول باش نحي لك التليفون ومن على المشكله. هذيك عملنا ديجا سوجي في طرق العقاب. صحيح. دونك واذا كان باش نعاقب سي نجم نعيط للشخص الثاني نحكي معاه، معناتها نقول له راني انا اخترت المده هذه يعيشك توك يكمل فتره العقاب ندخله، والا خليه ديجا توا مادام نحن تعاقب باش ما تكسرش الكلمه، ومن بعد نجموا نتناقشوا قدام الطفل ونقولوا نحن عاقبناك على الحاجه هذه وقررت انا وجدتك انا باش نبدلوا ستيل. دونك خلي لا كوميونيكاسيون تصير، خاطر اذا كان نحب ولدي يحترمني ونحب ولدي ينشا في تربيه كيف ما هكا وما يصيروش دي كونفلي هكا وقت اللي يكبروا مع ازواجهم، دونك نحكيوا كل شيء. وهوني المطلوب انه الجده والجده وقت اللي يحضر على الغيونيون هذه يحترم بعد الاتفاق هذا، معناتها مش كي يمشي البارون كيما قلنا ورا ظهره معناتها يكسر له كلمته، ولكن هذا راهو السوجي نثمنوا فيه على الاخر، دور لي غران بارون دور الاجداد والجد والجده ويلعبوا الدور ياسر كبير في حياه الاحفاد نتاعهم، معناتها راهو مش البيوت انه باش فقط بارونتيز صغيره فقط. فوالا دونك اشرف مشكور على لي كونسيي هذوما الكل، معناتها حاجه سهله برشا، لازم جوست لا كوميونيكاسيون نعرفوا الحدود فين لي ليميت فين نحكيوا في
هذا الكل، وكل واحد يلعب دوره وعمره ما ينجم يكون زاده فما اكسكلوزيون لدور لي غران بارون جد وجدة في حياه الاحفاد نتاعهم. ان شاء الله ديما ملمومين في الخير، وربي يلم الشمل نتاع الناس الكل. اشرف الجراندي استاذ باحث واختصاصي في التاهيل النفسي ومدرب تنميه بشريه، شكرا اللي حضرت بحضنا اليوم في روبريك فاميلي. واحنا باش نمشيو ديريكتومون بحضر الشيف بلال نسيو معاه الديسير نتاعنا اليوم، قبل ما نرجعوا نحكيو في بدل حياتك على موضوع النقد اللي هو فما النقد البناء والنقد اللي ساعات يوجع ساعات يجرح ساعات حتى يدمر الشخص. هذا كل موضوع نلعب شوي في بدل حياتك. بحضر شيف بليل مرة أخرى، والمرة هذه باش نلانسيو معها الديسير نخدموا به المنيو نتاع اليوم واللي هو موالو رومبرسي اللي باش يكون فيه الأناناس ملوطة ولاباري منفوخ، وبعد كي نخلبوا نلقاو الأناناس. برشا دي سيربريز عملت لنا اليوم هذوما، نحلوا كعبة البوليت دو فيوند نلقاو جبن، نحلوا الموفينز نلقاو معجون. حاجة تشهي عرفتك اللي باش كل مرة وين تدوخ حاجة تحصل. دونك شنو نستحقوا للموالو؟ نستحقوا السكر فاني واللي فيرشيميك باش نستحقوا ابري 150 غرام فارينة. باهي 150 غرام فارينة ليه، وخميرة نتاع جاتو، سكر فاني، سكر فاني كيف كعبيت عظم هما 100 غرام سكر، هذا السكر نتاعنا، وعندنا كريم فريش وشوية الجوتا وشوية جوتا. دونك هذا ذولي باش يجي خفيف بما انه فيه الكوتا فيه كريم فريش. هي روسيت ايطاليا. باهي باش نحلك السكر نتاعنا فاني تاع فانواز. روسيت ايطاليان. ايطاليا. اليوم اكل بيتزا والمولو. فوالا دونك هذا السكر بالفلور دورانجي هذا. ايه. اللي ياسر ياسر فيوح. وانا نحبه برشا. تزيدوا شويه كوتا. ريحته ياسر فيه هذيك الكوتا نتاع مرياح. الكوتا نتاع مرياح هي باش نزيدوها للفارينه. للفارينه حط السكر تو ولا حط كله مع بعضه؟ كله مع بعضه. هذا سكر فاني نتاع سكر بلوتو فلور دورانجي نتاع فانواز، ونحط كريم فريش. نحط هذيك ومعهم ثلاثه كعبات العظم. دونك فارينه كوتا كريم فريش سكر فاني وثلاثه كعبات عظم. باش نحطوا السكر؟ اي 100 غرام سكر، وباش ناخذوا قدر 70 80 غرام مارغرين. نقص لك منه ديما السكر. ديما نقص لك شويه. هو راهو يجي بنين خاطر عندنا الاناناس ديجا طايب في الهكا. البن هذيك. حتى التكستور نتاعو شايف ظاهره باش تجي حاجه خفيفه على الاخر. خفيفه، وحنا السكر اللي طيبنا فيه الاناناس هذاك نجم نستحفظوا به. اي. من بعد هذاك نعملوه هكا كعبة المولود جي ام بي بي جست من بعد نخرجها من الفور نسقيوها شويه. داكور. وتجيب لينا. وتجيب لينا بالكدا. هيلا انا ما نعرفش الغوسيت هذيا، سيغتينمون برشا من الصنفات اللي تفرجوا فينا اللي فايتيني برشا اشواط في الكوجينه. لا لا باش. وفما برشا اللي كيفي قاعدين يتعلموا في كل مره من ليميسيون، ولا كل مره نتعلموا حاجه، دونك زدتها شويه جولدينا. شويه جولدينا. هذا بينا تمبيراتور امبيونت هكا باش تتخلط مع الخليط ديريكتومون. باهي. وتوا انت باش تاخذ لي الاناناس ونحطوه في قاع. نجي في القاع هنا. باش كي نقلبوا تبدا الاناناس من فوق. اوكي يلا. هذا هي الاناناس نتاعنا. الان نحط لك بالكعبه كامله باش يقعد منظرها مزيان. بعد كي نقلبوها نلقاو ديريكتومون كعبة الاناناس مزينة. بي فوالا تو باش نعبيهم، باش نعبيو الليمون نتاعنا هكا. داكور. انا كي قلت لي قبيله موالو في بالي وشوكولا، دونك هو فينالمون ماهوش وشوكولا، بالكوتا وبالكريم فريش و حاجه بنينه حاجه جديده بالسكر بالفلور دونجي. وي تري بيان. دونك هذوما الكل نعبيهم ونحطوهم في الفور، قداش تخليهم شايف؟ مش خليهم 20 مينوت، 25 مينوت. داكور. ونخرجوهم. ديريكتومون نقلبو. احنا لهنا خذينا الليمون اللي ربحت الوقت، معناتها جست عملت شويه مارغرين وشويه فارينه. باهي.
باش تسهل لك الكويسه. مالا نخليك دخلهم للفور شيف، واحنا بعد نتلاقاو ديريكتومون في الدريساج فينال مع الكسكسي الالجيريان مع المولو هذوما بالاناناس رونفيرسي، وكيف كيف مع الحاجه الثالثه ذكرني شيف هربت عليا البيتزا. كيفاش ننسى البيتزا؟ البيتزا في الفور قاعده تطيب. دونك هذه كل ان شاء الله بعد شويه. ما قبل باش نمشي نستقبل ضيفتي في بدل حياتك اللي هي مختصه ومدربه في التنميه البشريه ناديه اسطنبولي، نحكي معها على الفرق بين النقد البناء والنقد اللي ساعات يضر اكثر من اللي ينفع. نمشيو لبدل حياتك. وباش نحكيو اليوم في بدل حياتك على الموضوع هذايا، موضوع النقد اللي نجم يبني مش يهد. تحضر بحضينا في البلاتو ضيفتنا ناديه اسطنبولي اللي هي مدربه التنميه البشريه وفورماتريس زاد كيف كيف في التنميه البشريه. مرحبا بك ناديه. عايشك. ميرسي ليندا. عايشك. نورتنا اليوم في البلاتو في روبريك بدل حياتك اللي هي من خلالها جوستومون نحبوا ديما نبدلوا الحاجه للافضل للاحسن للبوزيتيف، وهذا هو ذول الخدمه نتاعكم في الكوتشينغ. بيه دونك اليوم باش نحكيو على النقد البناء والنقد اللي يهد، قولوا احنا الفرق بيناتهم كي نعملوا ديفينيسيون لكل واحد وحده ابارونتيير، كيفاش اون بو لي ديفينير؟ كي نقولوا نقد معناتها بناء، شنو نقصدوا به؟ شنو الهدف الاوبجيكتيف منه؟ بيه قبل ما نحكي في النقد البناء نحب ان نحكيو على الشخص اللي باش يعطي النقد. اي ناخذ لو كا باغ اكزومبل تاع الام ولا البو. اي كي باش تلقى نوت جابها في الكارني ولا موين مش كيما ينتظرها باش تعطي نقد. اه نقد البناء هو كيفاش الصغير باش نعطيوه ثقه في روحه باش يقدم. هذاك هو اللي احنا باش نبنيو بيه وباش نقدموا بيه هاك الصغير هذاك. والا في شركه دونك مدير شركه لقى الكولابوراتور نتاعو عطاه خدمه والريزولتا نتاع الخدمه هذيك مش كيما المنتظر. دونك يلزمو يعطي الرأي نتاعو باش يقدم به، هذايا في حاجة إيجابية، هذاك اللي نبنيو به كما أنت قلت. أي. دونك فما الطريقة وفما النقد اللي نهدوا به اللي أنت قلت بكري هو النقد السلبي. فوالا. دونك شكون الشخص مهم ياسر اللي باش يعطي النقد؟ إذا كان شخص نعرفوه الشخص هذاك يحب نقدمه به معناتها يقدم بينا، وإلا باش يحب نحسوه اللي باش يطيح من قيمتنا. فوالا. هوني كي باش نبداو في الجزء الاول نوصفوا النقد اللي بناء. النقد البناء من وراه الهدف يقدم بينا. وفي اغلب الحالات نجم تكون ان بارون ام ولا ابو يحب الباهي لصغيره لكن طريقته هي الغالطه، دونك النقد نتاعو يهد ما يبنيش. تو نحكيو على هذا في المرحله الثالثه باش تعطينا انت الطريقه الصحيحه اللي ننقدوا بها. ولكن كي نقولوا نقد مثلا بناء كيفاش اون بو لو ديفينير؟ شنو الطريقه اللي بها نجم نكونوا ندزوا العبد للايجابيه باش يتقدم باش يصلح باش يحسن؟ كيفاش الكومبورتمون الصحيح للنقد البناء؟ ميرسي. الوغ فما طريقه مهمه ياسر اللي هي فيها ثلاثه مراحل. المرحلة الأولى نعطيه حاجة إيجابية لك الشخص اللي أعطاه الحاجة اللي عملها. مثلا صحيت على الفور اللي عملته، ميرسي على الدوسي اللي طلبته منك وظهر اللي عملت أن فور. دونك نعطيه نقطة إيجابية باش نطلعوا شويه في الاستيم نتاع الشخص هذاك اللي نعطيه فيه النقد، يكون ريسبتيف اكثر. صحيت. يسمعنا خير. اي المرحلة الثانية اللي هو النقد اللي نحبوا نعطيوه. دونك لاميليوراسيون، لو بوان داميليوراسيون اللي نحبوا نعطيوه. أول حاجة ما نبداوش بكلمة أما وإلا مي بالفرنسي. خاطر الأما وإلا المي سيكولوجيكمون باش تفسخ اللي قلناه قبل الإيجابي الكل. كل شيء. صحيت. لكن الأما لا. نقولوا جو تو بروبوس. باش نزيدك حاجة، باش نضيف لك حاجة، باش تكون حاجة إيجابية. دونك جو تو بروبوز نقترح عليك اكل حاجه هذيك. اش قولك لو كان المره الجايه باش تعمل هكا وهكا وهكا وهكا؟ راني انا جربتها وعطات حاجه ايجابيه. والا للصغير اش قولك لو كان تقسم وقتك ولا تركز على كل حاجه هذيك باش المره الجايه تجيب عطات خير؟ ونوفيو بنقطه ايجابيه اللي هي عندي ثقه فيك،
نعرفك تنجم وعندك القدرات اللي تخولك انت باش تخلط النتيجه اللي انت تحب عليها. هذا نسميه لو فيدباك ان ساندويتش في المانجمنت. فورمتو كيما الامبرغر بارتي الفوقانيه الخبز في الوسط سي لو امبرغر ومن لوطه الخبز سي سو فيدباك. معناتها ملفوف بطريقه انه ما يحسهاش نقد باش يوجعوا ويكون ريسبتيف اكثر. صحيح فوالا صحيح. وهوني الهدف ديما هو انه يصلح وانه يقدم وانه يعطي يمكن دي ريزولتا مخير في المستقبل كو سوسوا في القرايه كان صغير كان وي. في خدمه ولا غيره. بي كي نمشيو للنقد توا العكس اللي كنت تقول فيه الكل اللي نجم يوجع العبد نجم يهدمه نجم يطيح له المورال ويمكن تكون عنده تاثيرات سلبيه كبيره برشا. الطريقه كيفاش تكون؟ باه ساعه حاجه مهمه قبل ما الشخص باش يعطي نقد ينجم يكون يخاف مثلا البارون يخاف على صغيره لما ينجحش. الخوف هو تخلي الشخص كيف يخمم يخمم بطريقه ساعات سلبيه. قبل ما نعطيه نقد نشوفوا اسكو الحاجه هذيك صحيحه اسكو باهيه والا لا اسكو تصلح والا لا. كيما كسكس كيما غربال ثلاثه غريبل قبل ما نعطيه النقد نتاعنا. داكوغ. ساعات الشخص اللي باش يعطي نقد ما يحطش بقعته في الشخص الاخر اللي باش ياخذ النقد. داكوغ. ينجم يظهر له هو باش يحسن في لبسته ولا في طريقه خدمته ولا حاجه. اما في عوض يعطيها بطريقه ايجابيه ينجم يمس ياسر في الاستيم نتاع الشخص اللي هو باش ياخذ النقد هذاك. يجرحوا يعني. يجرحوا برشا. ينجم باغ ميشونستي ينجم شقد الشخص اللي باش يعطي النقد ما عندوش ثقه في نفسه. دونك باش يطلع يعني. هو وي باش يطلع هو من الاستيم نتاعو هو يقول لك اي خلي انا مش نطيح من قيمه الشخص اللي قدامي بتدخ نظهرش انا. سورتو في شركه يبدا واحد يحكي على الاخر في ظهره والا يحب مغيار منه في الخدمه يقلل من خدمته يقل صحيتك يقلل من خدمته. دونك هاي خل نعطيه نقد يقول لك انا عندي لا فالور اونيتي جو اونيت انا ما نجمش نخبي عليك اللي في قلبي نقوله. فما طريقه فما اسلوب. وكان كل واحد ليندا يحط بقعته في الشخص اللي باش يعطي النقد دون مانيير نيجاتيف يخمم نقولوا يدور سنه 7 مرات قبل ما يتكلم. في هذه حكمه كبيره ياسر. جوستومون هوني زاد فما نقطه اخرى وقت اللي فما نقد يجي من عند حد عنده اسوندون عليك اللي نجم يمشي ساعات في لغه صيغه الامر وكما قلت انت معناتها في عوض قولك تعمل هكا الحاجه تكون فما اكثر اغريسيفيتي معناتها في الدوموند يعني كيما لي بارون على قرايه صغار اقرا واعمل معناتها الهوني زاده كيف الـ يعني التواصل كيفاش لازم ان شاء الله نعملوا ايميسيون على لي بارون لي زونفون خاطر مهم ياسر. هذايا ليندا ميرسي سوجي مهم برشا. هما لي بارون تلمون يخافوا خاطر هو المشكل الكل في نظره المجتمع. هو يظهر اللي هو يحس روحه لي بارون عمل دوره كيما يلزم كيف ولده يجيب موين باهيه وبولتان باهيه. هذا عملنا عليه 3 أو 4 حلقات على كيفاش نقيموا الصغير بالاعداد على التربيه الايجابيه على جوستومون على التعب هذا الكل نفصلوا ما بين الكومبورتمون بين الصغير وما بين لو ريزولتا نتاع الصغير في المكتب. دونك النقد حاجه مهمه يا ليندا ما نجموش نبدلوا الناس. الحاجه الوحيده اللي نجموا نغيروها هو نفسنا. فوالا داكوغ. كيف واحد يبدا عنده ثقه في روحه ويعرف اللي اون بو با بلير ا تول موند ما نجموش نرضيو الناس الكل. بالضبط. واول واحد لازمنا نرضيو هو نفسه. بيتنا. دونك نجمو ناخذوا يجيونا دي كريتيك من برشا ناس مي كي واحد يبدا عنده شخصيه قويه يبدا عنده ثقه في نفسه والنقد اللي باش ياخذه هو اللي يغربلو يا ناخذه سا ديبون شكون الشخص اللي عطاه لي. كان العبد يعز معناتها يعزني والا لا ما كانش نخليه على جهه ونكمل ثنيتي ونقدم باش نهضر. فوالا دونك لازم الانسان يقيم نوعيه النقد وطريقه النقد والشخص اللي عطاه النقد باش ينجم يكمل ثنيته. هوني نختم معك باخر حاجه هو جوستومون معناتها العبيد اللي فولنيرابل اكثر من اللازم اللي ساعات يكون حتى كانوا نقد بطريقه معناتها سلسه كما قلت
قلت انت من الاول ايجابي للبناء، انسان ساعات عنده نيه بالحق باش ينصح العبد، وفما ناس عندهم اون سوسيبتيبيليتي وحساسيه اكثر من اللازم لاسباب عميقه ونفسيه واون انفونس وعدم ثقه في النفس وغيره. الهوني يولي الشخص اللي باش ينقد يرد باله. كيفاش اون ديتكت النوعيه هذه من الناس بور ايفيتي زيدا انه اون سامبل رمارك كيل بو لي فيكسي فينالمون؟ وي هو راهو ليندا حتى واحد ما يحب النقد، سي فينا احنا سي انسانيا ما هكاك ما نحبوش النقد. ثم اللي خادم على روحه وانا نقول راهو باش يقبلها دون مانيير فير بلاي، معناتها يقول مادام انا وياك عندنا علاقه باهيه، مادام ليندا قالت لي حاجه سي كو فما علاش نعمل ريفيزيون كيسيون بصحيت نحاول نحسن من روحي، خاطر ما فما حتى حد الكمال لله كيما نقول بيرسون اي بارفي. قبل واحد سي بيان عنده اون سيغتان سنسيبيليتي كي باش يعطي النقد نتاعو، سيغتو في خدمه في انديريكتور مع الكولابوراتور نتاعو يعرفوا اللي هو شويه سنسيبل، ينجم يبدا بمقدمه راني جو ني ريان افوار افيك توا، علاقتي بيك ما تتمسش بالكل، كيما البارون مع الصغير الحب لي ما تتمسش بالكل، راهو سي جو في جوست تو دوني مون افي بارابور الاكسبيريونس نتاعي على المردود اللي انت عملته توا. فوالا دونك باش نهني العبد اللي العلاقه بيني وياه، معناتها مانيش باش نطيح من قيمته والا مش على خاطر هو ما عملش بالكدا لي انا جو في لو ريتروغرادي ولا نقص له. صح تري بيان سي سا اكزاكتومون سا، باش الشخص يتفرهد سيرتو كان ما عندوش ثقه في روحه وهو جايب ساكادو ثقيل ياسر من لي بارون اللي يلون بوكو كريتيكي يلون بوكو رابيسي وقت هو صغير. دونك يكبر بيه وبيان سور في الشركه يلقى روحه تقلقوا الحكايه برشا. اكزاكتومون فوالا دونك سي سامبل فينالمون نجم واحد يعطي راي واذا كانت الطريقه ويسوازي لي مو الباهين وتكون طريقه بناءه علاش لا باش ينجم يدز لقدام، سينو نسكتوا خير هكا. وي نسكتوا خير خاطر باش ما نجرحوش، خاطر نجرحوش غيرنا معناتها ماذا بيه واحد ما يجرحش ما يقولش حاجه باش يقولها هكاك هكاك. اكزاكتومون نشكرك برشا نادية اسطنبولي مدرب التنميه البشريه وفورماتريز زاده كيف كيف نتاع التنميه البشريه اللي حضرت بحثنا اليوم في بدل حياتك. ان شاء الله ديما نبدلوا للافضل للاحسن وللايجابي في الفقره هذه بالذات على كل المواضيع اللي نحكيو فيهم، وان شاء الله تجي بحثنا في حلقات اخرى وهكا معاك نكون وصلنا لاخر حصتنا لليوم مع شيف بلال يحرق مقبله في الكوشينه باش نمشيو معاه للدريساج فينال نتاع المنيو نتاعنا نتاع حلقه اليوم من نهاركم فل. الشيف بلال باللبسه المزيانه الحلوه نتاعو والبلاويت هذوما المزيانين باش يعمل لنا ريكاب منيو اليوم. شيف يعطيك الصحه، نحب نقول حاجه صارت في الكواليس انه احنا قبل ما نعملوا ديغوستاسيون البارتي الاخرى اللي قعدت ليكيب ذاقوا منها ونسمع في ما بين الكسكسي ما بين الكسكسي دونك سورتو كعبير نسلم عليها برشا معناتها عبيد صحاين صحاين قدنا هكايا بعد ما خليوش تذقوا معنا. هي فزت ريجيم عبير ازر هيز في ريجيم في بالي شبيه كيف كاو بي شيف. دونك عملنا كومونتري بيتزا البيتزا نتاعنا طوماط موتزاريلا بي جست ما فيها حتى شيء السيكام حضرت لنا الصوص طوماط نتاع البيتزا مفوحه مريقله خذينا دي رونديل دو طوماط وخذينا الموتزاريلا معناتها الموتزاريلين صغار هذوكم سوغيز وخذينا موتزاريلا رابي عند مريح متبيعه البنا حطينا الصوص طوماط نتاعنا حطينا عليها الموتزاريلا ومن بعد رصفنا لي رونديل دو طوماط كيما ترى وحطينا هكا شويه طوماط سيريز هيله هيله مزيانه. عملنا الكسكسي على الجيريان اي الفاحه نتاعو ما حطيتش برشا فيها جوست ملح فلفل اكحل خليت اللحم بالكدا بالكدا في شويه زيت ومن بعد مرقت وفي الاخر بالكل حطيت الخضره نتاعي كما شفتوا عملتها كي دي ليجيم تورني وكل حطيت الفول نتاعنا شويه بصل وفي الاخر بالكل حطيت شويه الفلفل المهروش اللي التونسي اي تونسي يحبك التوش هذيك تزويزه خفيفه اللي باش الماكله هكا عرفت التونسي الكل نحبوا الهريسه. تخي بيان معناتها هذايا احنا المغرب العربي معروفين بالكسكسي وسي فغي كو في المغرب وفي حتى الجزائر معناتها يميلوا اكثر يبدا ابيض ولا اصعر ولا حاجه هكايا اللي هو حاجه مختلفه. ما في الجمهوريه التونسيه عندنا ولايات يطيبوا هكا. انا مثلا في الشمال الغربي البرزقين كيما مثلا في جربه عندهم الكس هذاك اللي يعملوا بالبزف وكل دونك كسي بريسك ابيض وصوص تيب وحده
وعنا كسكسي بالقديد اللي نعمله زاد أزعر شوي. هذاك فول وفول والقديد طول البريود نتاعه. أي. وقيت. وقيت. كثروا عليك الكسكس تاو، مرة عندك نتاع كوب دو موند بالأورانج والشنو والشرمولة. والشرمولة، وعندك تاو نتاع القديد والفول. إن شاء الله إن شاء الله، تسلم لي ذوما معناتها. هكا تبارك الله عندنا كسكسي في دور على ذمتك، نزيدوك، كان حتى حاجة نجيبوا كل شيء. باهي. ونخلطوا للديسير. في الديسير عندنا موالو، سهل برشا. رومبيرسي معناتها نحطوا كعبة الأناناس من اللوطة معناتها إذا كان عندنا بوات ولا كيما قلنا بكري كعبة أناناس كعبة نسمطوها في شماء وقارص الكل ونحطوها في وسط المول نتاعنا نحضروا لاباري نتاعنا اللي هي نذكروا 150 غرام غوتا عليها بو نتاع كريم فريش إيباس هذيك 100 غرام سكر 150 غرام فرينة وثلاثة كعبة عظم ساشي ليفور شيميك وساشي سكر فاني من عند فانواز وبعد زدنا جولدينا في الأخر أول شوية 50 غرام كيكة متاع جولدينا نخلطوا كله مع بعض وما نخافوش معناتها كشفت لا طلعنا العظم واحد ولا السكر واحد كله مع بعض كله مع بعض وحاجة روسيت رابيد تخي بيان بعد تقلب وتلقى لا سوربريز برافو ان توكا شيف يعطيك الصحة منو من البلايص الكل تبارك الله من الجزائر لإيطاليا إيطاليا زادة كيف كيف وإحنا ديما عندنا التوش التونسية في التفريح وفي البنة وفي الماكلة دونك نحاولوا ديما نكتشفوا حاجات جدد معاكم وبيان سور ديما قهوتنا مضمونة مع جولدن كوفي ريما مرحبا بك مرحبا بك هند اليوم اخترت لكم لاغام بريميوم تاع الجولدن كوفي اللي هي الجولد تاع الجولدن كوفي قهوه سوليبل تتحل في الحليب الدافي والا في الماء وفي صفيصه تحضر باهي تري بيان دونك هذه دليلنا اليوم وحبيت نفكركم اللي جولدن كوفي موجوده على انستغرام جولدن كوفي تونيزي وعلى الفيسبوك جولدن كوفي تونيزي سي تحبوا تعجوا اون كوموند سور لو سيت ويب www.goldencoffee.com.tn وديفريزون تيركم حتى للدار تري بيان نجموا يختاروا لي برودوي اللي يحبوا عليهم الكل من عند جولدن كوفي تبارك الله لي برودوي منوعين ويخلطوا لهم حد الباب الدار فوالا شيف هكا خلطنا لاخر حصتنا لليوم نشكر الناس اللي تابعونا نشكرك انت ونشكر زيدا كيف كيف الناس اللي في تفاعل معنا على لي ريزو سوسيو على الانستغرام تاعنا والفيسبوك من برنامج نهاركم فل نقول لكم الى ملتقانا غدوه في حلقه جديده مع مواضيع جدد كالعاده يكونوا مهمين وانتريسون لكامل افراد العائله مع ضيوفنا ونوزانفيتي والبنا كالعاده واللي بلا اللي طيبهم لنا اللي شاف اللي بحثنا في الاستوديو شاف بلال ملاشي طيبه ليك الكل نمشيو للديجوستاسيون يلا في الامان شاي طيبه